والحقيقة انه مش بس الزعل او الحزن مش خارج بس من الاوساط الفنية او الوسط الفني، لكن الحقيقة يمكن كتير جدا كمان من محبيه، وكتير جدا يعني قصص عايزين نعرفها اكتر، خاصة دلوقتي مع اصدقائه ومواقف معهم، خصوصية العلاقة بينه وبين اصدقائه. الانسان صلاح السعدني، خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن القيمة الكبيرة صلاح السعدني مع الكاتبة سماح أبو بكر عزت اللي معانا دلوقتي على التليفون. والحقيقة ارتبط الراحل بعلاقة قوية جدا مع والدها أيضا الفنان الكبير أبو بكر عزت. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة سماح، منورانا في صباح الخير يا مصر. ألف شكر جمانة، أهلا. صباح النور. صباح النور يا محمد، صباح النور عليكم جميعا. أهلا وسهلا، أهلا بيكم. يا اهلا بحضرتك. برحيل طبعا احنا بنعزي حضرتك بكل تاكيد برحيل هذا الفنان القدير والعملاق، لكن برحيله حضرتك تذكرت ايه من علاقته بوالدك رحمه الله عليه؟ انا ابويا مات تاني امبارح يا استاذ محمد. يعني ده احساسي، لان علاقه انا ما شفتهاش في حياتي واعتقد اني مش هشوفها. علاقه صداقه نادره، يعني عارف حضرتك اولا انت كنت تقعد معاهم تحس انك قاعد مع اتنين اطفال يعملوا مقالب في بعض، يقعدوا كل واحد يحاول يعمل مش عارف مفاجأة للتاني بحاجات بسيطة. علاقتهم قوية مش بس من خلال العمل، على فكرة هم اشتغلوا مش بس أرابيسك، يمكن أرابيسك ده من الأعمال اللي يعني الشهيرة اللي كل الناس ارتبطت بيها، لكن أذكر حضرتك بفيلم مثلا فوزية البرجوازية. ده كان من الأفلام الجميلة، أفلام التلفزيون، كان عم صلاح الله يرحمه عامل دور شاب مثقف، وبابا كان عامل دور حلاق، فكان حتى بينهم في الفيلم ده صراع كده، انه ده بيقول كلام مثقف في المثقفين وده مش فاهم حاجه من اللي بيقولها، ومراته نبيله السيد. فيعني كان في كده يعني كوميديا جميله نابعه منهم، من شخصياتهم قبل ما تكون للعمل. على طول كانوا مع بعض، لو حد عنده اوردر تصوير والتاني ما عندوش يروح يقعد معاه ويتفرج ويقول له اه ده كان كذا، لا ده كان كذا. يجي لحد دور يسأل التاني وبأمانة يقول له، يقرا له العمل حتى لو هو مش مشارك فيه. العلاقة كمان الإنسانية، يعني كنا على طول سوا، يعني حتى كأسرتين. يعني حضرتك تعرف انه الأستاذ عم صلاح الله يرحمه كان شاهد على عقد جوازي أنا. يعني كان في كاتب الكتاب كان في السيده نفيسه، لان هم كانوا على طول يترددوا على السيده نفيسه كل يوم جمعه يصلوا الجمعه هناك. استاذه سماح، يمكن اللفته دي او الذكرى دي اكيد من اهم الذكريات اللي حضرتك ممكن تتذكريها، لكن هل في موقف بعينه فاكراه للفنان الكبير ابو بكر عزت وايضا الفنان صلاح السعدني؟ فاكره ليهم موقف، فاكره موقف صعب وقفوا جنب بعض فيه، حتى فاكره موقف لو موقف خفيف هما الاثنين عدوا مع بعض، فاكره موقف بعينه؟ والله مواقف كتير انا مش هقدر احصرها، لان هما كانوا على طول مع بعض في كل حاجه، يعني في كل حاجه. ولكن يمكن الموقف اللي ادهش الناس امبارح لما اكتشفته، وهو مش جديد، ده من سنه 96 بقى اقول لحضرتك، انه لما فكروا حتى في، يعني الانسان المؤمن دايما بيفكر انه الحياه دي مش دائمه، احنا ضيوف زي ما بنقول على الدنيا. لما فكروا ان هما يبقى عنده كل واحد منهم مدفن، أصروا إن هم ياخدوا مدفنين جنب بعض. جنب بعض. يعني حضرتك ده جنب ده بالظبط، وتشوفي بقى وقتها بيتكلموا مع بعض إزاي. يعني أي حد لو كان بيسمع الحوار يفتكر إن هم واخدين مثلا رايحين رحلة، يقول له أنت هتاخد أنهي واحد اللي على الطرف عشان الهواء هيجي لك يا بكر، أنت أطول مني. يقول له لا بس عشان أنا الأكبر، ما حدش فينا عارف مين هيروح التاني، هيوصل التاني الأول. يقول له طب هتزرع إيه قدامه عشان تشوف إحنا بنحب فاكهة إيه. يعني ده الحوار اللي كان بينهم وقتها. ولما راحوا استلموا الاثنين مع بعض، يعني لهذا الحد مرتبطين، ان حتى بعد الموت هيبقوا مع بعض برضه في مكانين يعني متلاصقين. اعتقد انه مفيش معنى اكبر من ده للصداقه، ولا معنى الوفاء اكبر من كده. يعني حتى بالظبط يعني مش حد اخد لا، هما الاثنين. يعني حتى امبارح كان في لقاء مع يعني المسؤول عن المقابر هناك، فهو حتى بيقول هما الاثنين جولي، وهما الاثنين اصروا ان يبقوا جنب بعض، وهما الاثنين استلموا في يوم واحد. تفتكر وكل حضرتك واحد دخل قرا الفاتحه في المدفن بتاع الثاني. هما بيستلموا، يعني بيقروا لبعض الفاتحه وهما عايشين. طيب تفتكر حضرتك التفاصيل اخر مكالمه كانت بينهم؟ لا، انا هقول لحضرتك انه انا ابويا اتوفى اولا بشكل مفاجئ، ما كانش عنده حاجه ولا تعبان، فهو كان يومها راي نازل يصور مشاهده في مسلسل اسمه ومضى عمري الاول. وبالصدفه يعني الغريبه دراما انه المشهد اللي كان هيصوره كان مشهد عزاء،
كان رايح المفروض انه هيعزي في مسلسل يعني في الفنان وحيد سيف احد ابطال العمل. فاول حاجه حضرتك عارف بيجي الاوردر بيبقى فيه الملابس بتاعه المشاهد، فاول حاجه مكتوبه فيه بدله سوداء للعزاء وكرافته سوداء. فيومها يعني نفس اليوم اللي هو 26 فبراير يوم وفاه ابويا كان يوم عيد جوازه كمان. فكان المفروض ان هم هيخرجوا هم الاربعه، فكان مكلم عم صلاح بيقول له انا رايح اعمل مشهدين وبعد كده هكلمك وانا راجع في الطريق عشان هنتقابل بقى الاسرتين يعني. فهو كان خلاص اللبس نزل العربيه بتاعته وخلاص بيستعد ان هو نازل يشتغل، فجاه حس بتعب بسيط في صدره، فماما كلمت المستشفى. هو توفى قبل ما يوصل المستشفى، يعني حاجه مفاجاه تماما. فحضرتك شوف يومها هو كان عامل ازاي، يوم هو كان مصدوم ومش قادر يصدق وجاله اكتئاب بعدها، واحنا اللي كنا بنهديه، وقعد بعدها فترة مش قادر انه يعني يشتغل، مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يستوعب ان توأم عمره ده، رغم على اذا اقول لحضرتك ان كان في فرق سن بينهم، يعني هما مش قد بعض في السن، ولكن انا بشوف ان الصداقة هي احساس وروح قبل ما تكون فارق زمني في العمر. فهم كانوا حالة صداقة نادرة انا ما شفتهاش الحقيقة، من الصوت بيفهموا بعض، من مجرد حضرتك صباح الخير او الو او اي كلمه على طول يقول له لا انت النهارده مش عارف كذا، طب قبل ما يقفل التليفون يعني هو بيقفل السماعه يلاقيه بعدها ب 10 دقايق عنده في البيت. خلاص عزائنا لحضرتك، بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتبه سماح ابو بكر عزت، شكرا جزيلا ليكي.